زيادة التكثيف حتى مهم. نمنع استغلال حدودنا وده متوقع من مصر اكتر ما ونحاول هو متوقع من ليبيا، عشان نكون طبعا واضحين، لان طبعا مصر المنطقه دي مستقره، لا لكن ليبيا والجيش انتوا جيشكم جيشكم وشه الناحيه الثانيه، يعني وشه للداخل، جيشكم وشه للداخل. والجيش المصري لديه القدره طبعا متماسك اداريا وهيكليا وترابط، طبعا ولولا ترابط الجيش المصري عايز حاجه، ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا هذا الترابط المفروض نحن يجب ان نمنع الجريمه المنظمه عبر الحدود، رقم واحد. نرجع العجله للتهريب العادي، التهريب المعروف في المواد الغذائيه، غساله، ثلاجه، راديو، هو تهريب خارج القانون لكنه بريء. احنا مسامحين، ولكن 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 بريء. عرفت؟ زي الان زمان في بنغازي، الان لما يجدوا حد داير مشكله طعن حد بسكين يقولوا لا ده هذا ممتاز، يعني ما فيش سلاح، ده سكينه بس مش قنبله. اللي كان السكين يخوف اصبح الان مقبول. لا، وبالتالي احنا الان لازم نقضي على الجريمه، نشتموا بالام بس، طب الحمد لله نحن نقضي على الجريمه المنظمه. وبالتالي الدور في توثيق المعلومات العسكريه والامنيه مهم جدا، كذلك التنسيق الاعلامي. التنسيق الاعلامي في نقل الحقائق، يجب ان الشعب المصري والشعب الليبي والجزائري وكذا وكذا يعلم ويعرف ويؤمن ان ما يحدث في سيناء هو الذي يحدث في بنغازي، هو الذي يحدث في تامن هند في سبها، هو الذي يحدث في جبال الشعامبي في تونس. يجب الاعلام يوجه خطابه بقوه ضد الاعلام الداعشي والاعلام المضلل. الشيء الثاني، يجب ان يكون هناك خطاب ديني موحد في هذه المناطق. وعلى الازهر يتحمل مسؤوليه هذا الخطاب حقيقه، يعني كمؤسسه عريقه. الازهر ليه صوت كبير في ليبيا؟ بالتاكيد. نحن في بدايه السبعينات تقريبا، حتى في الستينات، كانوا اغلب مدرسينا من الازهر، وهذه نقطه هامه. كذلك الخطاب السياسي، وهذا مهم جدا. المواقف السياسيه في المجتمعات الدوليه، في المجتمع الدولي، وحتى على مستوى جامع الدول العربيه، يجب يكون واضح ويكون بعيد جدا عن المؤاربه، ويكون بعيد جدا عن المجامله السياسيه. لا نجامل على حساب الامن.